السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في فيديو جديد في قناة أم جنى ولؤي. مرحبا بكم. اليوم راح نشارك معكم وصفة المعجون تاع السفرجل، تجي بنينه بزاف. وعلى بالكم رانا في موسم السفرجل، احنا الجزائريين نحبوه بزاف ونديروه بزاف، فكي يكون وقته نغتنموا الفرصة ونديروا معجون نخبيوه. كما تشوفوا عندي كونتيتي مليحة، يعني 2.5 كيلو تاع السفرجل انا نقيته لانها كونتيتي كبيره. كل ما نقي حبه الاخرى تبقى شويه صفراء والاخرى تكحل، تبدا تكحل، لكن ما ياثرش خلاص على المعجون. راح نفوره ويتنحاولوا كامل هذه الكحوليه. راح نجيب كسكاس نحطه يتفور لمده 30 دقيقه. انا نفضل اني نفوره خير ما نديره في الماء ولا نديره في السيرو يطيب. راح يحكم لي لا فورم بيان. راح ندير سيرو سكر وماء وطرونش تاع قارص تاع ليمون، نخليه يغلي مدة 10 دقائق، وهذا نفوره 30 دقيقة. من بعد نحطه في السيرو تاعي بعد ما يغلي 10 دقائق، نخليه حتى يعقد. وراح نضيف له البذور، كمية من البذور اللي كي نقيت صفر حتى استحفظت عليها، يعني احتفظت بها، لأنه هذه البذور راح تدير لنا قوام مليح للمعجون تاعنا. وراح حتى كي يفضوا يعني تفضل فاكهة تاعنا راح يبقى هذاك، راهو اون ديغي جيلي، يعني نقدروا نستعملوه في تزيين لي طارت، يعني كي تكون الطارت فيها كمية من لي فروي الفوق نزينو بيه لي فروي تاعنا، وراح يحافظ على اللون تاعهم، يعني نستعملوه على شكل لا جيلي. نبداو على بركة الله. نفور السفرجل تاعي، درتو في كسكاس نحطو يتفور 30 دقيقة. ما يهمش لونه، كيما قلت لكم متخافوش اذا كحال عادي جدا. على بالكم كي تكون كونتيتي ما تقدروش تقشروها ضربه واحده، تقشروا حبه بحبه. وهو شوي صعيب، يعني القلب تاعو يابس صعيب شويه، مي معليش يستاهل. نحطه يتفور ونجيب نحضر السيرو تاعي اللي راح ندير فيه. درت هنا لتر، نزيد نصف لتر اخر. كيما قلت لكم كونتيتي مليحه، ندير لها طرونش تاع الليمون، وندير البذور اللي كنت قلت لكم، ندير حبات، وفي الاخير انا عندي كميه قلت لكم نحيتها احتفظت بها، ندير كميه قليله. ومن بعد كي طيب كي يتفور السفرجل تاعي عفوا والسيرو تاعي يغلي 10 دقائق، نضيف له السفرجل بعد ما يطيب نصف ساعه هو يتفور، ونكمل نضيف كامل البذور تاعي. راح تعطيني قوام هايل. عندي كيلو سكر، نحطه على النار يغلي 10 دقائق، ونطفي عليه، نستنى حتى يطيب السفرجل تاعي ونضيف له السفرجل ونشعل عليه النار يكمل طيابو. نعرفوا السفرجل تاعنا وجد، هي فات عليه 30 دقيقة. كي نغرسوا الموس فيه يدخل بكل سهولة كما تشوفوا. انا عاودت شعلت على السيرو تاعي، خليته يغلي، نضيف له السفرجل. نحط السفرجل تاعي في السيرو هتشوفوا، ونخليه حتى يعقد سيرو، ونضيف هذوك الحبات اللي كنت خليتهم البذور. صبيت كامل السفرجل تاعي كيما تشوفوا كونتيتي مليحه ما شاء الله. راح نضيف البذور اللي كنت خليتهم ابار، قلت لكم هذو هما اللي راح يعطيو له قوام ما شاء الله كي تاع لا جولي، ويحافظ لي على المعجون تاعي مده اطول. نخليه في نقص له على نار مهيله ونخليه غير 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، ويكون المعجون تاعي واجد. نخليه يبرد وتشوفوه في طبق تقديم. وهذا هو المعجون تاعنا بعد ما برد، خليته برد مليح وقدمته في هذا الطبق. يعني جا ما شاء الله بنين بزاف كما تشوفوا. هذا قلت لكم اذا فضت الفاكهه وبقى لكم هذا لو سيغو استعملوه على كيما لا جولي، استعملوا زينوا به لي طارت والفواكه، راح يحافظ لكم على لون الفواكه.
جابنين بزاف، نعطيه الجنة الضوء. اذا عجب الجنة راهو مليح، اذا ما عجبش الجنة مش مليح. واش رايك جنة؟ مليح. جنة قالت لكم مليح. كيما قلت لكم اغتنموا الفرصه، دركا راهو وقت السفرجل، تلقاوه بزاف. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. هذه الطريقه سهله جدا، ويجي بها بنين بزاف، وما يجيش حلو بزاف، ما يجيش يقهم. يعني تنجموا تاكلوا كيما تحبوا، كاين معجون تاكلي مغرف سي بون، تنجميش تزيدي تعاودي مغرف واحده، لكن هذا المعجون صدقوني غير ما يجيش حلو كامل، يجي عادي جدا، حلاوه طبيعيه ما تقهمش، تنجموا تاكلوا منه وتعاودوا نورمال. في الاخير ما نطولش عليكم، نقول لكم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه اللي حطيتها لكم في هذا الفيديو، وانتظروني في وصفات اخرى، وسلام الله عليكم.